السلام عليكم بنات، ان شاء الله تكونوا كامل بلاحق. اللي جديده واول مره تدخل على قناه تاعي، مرحبا بك، انا بوشا قناه لوتسكريب. اوغ بنات، جبت لكم هذا الموديل، كنتوا طلبتوه مني في الـ في الـ في الجروب تاعي تاع الفيسبوك. شوفوا، جا شباب، جا روعه، جا شباب شباب شباب. هذا راه مختلف تماما على لا روب ليوبار ولا هذيك كروكو. هنايا تشوفوا لا مانش كيش خرجتها، تجي هذيك لا مانش. شوفوا هنا كيش لا مانش خرجتها. وهنا الحاجه اللي فريمون اهم في هذا الفيديو، نوري لكم كيفاش نركبوا هذا لو بيي، يعني نوري لكم طريقه ثانيه للتبطين، طريقه ثانيه للتبطين اللي استعملوها بزاف في خياطه لي بلوز ولا لي شوميس. المهم، بدعيه جايه شابه شابه بزاف، جايه سامبل وكلاس. انا نهار الاول كي شفتها انا في الجروب تاعي، كي بوستها في الجروب تاعي، هبلت عليها. فوالا، الوغ تشوفوا لو موديل ما جايش فيها دوبلور، جاي غير لا دونتيل وحدها. انا درت لا دوبلور، شوف انا درت لا دوبلور. البنات اللي تبغي ما ديرش لا دوبلور، ما ديرش لا دوبلور. فوالا البنات، اللون اختاريت انا هذا اللون، وكل وحده تختار اللون اللي تحبه. ان شاء الله ان شاء الله تعجبكم الفيديو، يعجبكم التفصيل تاع اليوم. دخلت لي هنايا 2.30 متر من القماش، ما دخلتليش بزاف. علاش؟ خاطر درت طريقه الداخل في الخارج. خرجت خياطه في الظهر، يعني شوفوا هاي خرجت خياطه في الظهر. بصح زعما اللي ما تبغيش خياطه في الظهر غادي نفهمكم كيفاش ديروا. فوالا، جات ايفازي وجات شابه، جات شابه شابه. شوفوا ها، حتى في الظهر كيش تجي. اب فوالا البنات، واللي تبغي دير ما ديرش هذه الطريقه ودير جوست ان روبون، ان روبون دير ان روبون. كل وحده دير على حساب اللي حبت هي، يعني ماكمش مجبرين تتبعوا الموديل لويمام، كل وحده تبدا على حسابها هي. نتمنى لكم فرجه ممتعه، ما تنساونيش باللايكات بزاف والدعم ونشر القناه تاعي حتى تعوم الفائده. كاين بنات ما يعرفوش القناه تاعي، كم بدعيه ثاني للعيد، جايه شابه 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 بزاف، كلاس تري تري كلاس، سامبل وكلاس. هذا الموديل، هذا الموديل كانوا حطوه لي في الجروب تاعي في الحق تاع فيسبوك، وعليها عام قلع عام اللي فات كنت عاده كي حلت الجروب وحطته لي وحده. وفي الحقيقه هذا فاين، هذا والله العظيم هذا وين يعني لحقت باش نحطه لكم. المهم، ان شاء الله يعجبكم وان شاء الله تستفادوا من الفيديو. بنات ما تنساوش تبعوني في انستغرام وتبعوني في وتنضموا في الجروب تاعي تاع الفيسبوك الا ما راكمش منضمين. رمضانكم صحه، فطوركم صحه، سحوركم وفرجه ممتعه ان شاء الله. بون البنات، شوفوا انا شيت هذا القماش، تسمعوا الحلق تاع تسمعوا ولدي يهضر ريتو، سمحوا لي لغالب ما عنديش وقت واحد اخر باش نفيلمي. بون البنات، انايا اختاريت هذا اللون مع هاد لا دونتيل، هادي لا دونتيل شابه، جايه شابه بزاف. البنات اللي ساكنين في ميروز، هادي لا دونتيل شريتها على لو ستاند رشيده، رشيده دوك ندير لكم نخلي لكم صوره تاع كارت فيزيت تاعها. وشحال هذا الدقلاب، مانيش عاقلة شحال، والله ماني عاقلة شحال. لو متر 2 أورو لو متر، واه هذا 2 أورو لو متر، ماشي غالي بزاف. تشريو غير نص متر، شوفوا تشريو غير نص متر تاع لا دونتي. وهذا شريته عند لو ستاند احلام، احلام 2 أورو لو متر، حتى هو كدارت بروموسيون ب 2 أورو لو متر. انا هنا شريت 3 متر، بصح 3 متر بزاف، على خاطر سوغ لو كو ما خممتش على الباترون كيفاش غادي نديره. مي 2.5 متر، زوج متر ونص يقد يقد يقدك لارجومون. الوغ اللي تبع الطريقه تاعي، بون في الصاله واش راني ماشي ندير الطريقه تاع الداخل في الخارج. كيفاش غادي نطوي القماش؟ غادي نطوي القماش ها هذا، شوفوا هذا هو القماش، هذا هو القماش، هذا العرض وهذا الطول، يعني هنا كاين متر ونص وهنا كاين 3 متر من القماش. غادي نطوي كيما هكا، غادي نطوي وغادي هنا وين راه مطوي، غادي نخرج الظهر وين محلول، نو وين راه مطوي نخرج الامام، وبالامام نخرجوا الظهر، امام نخرجوا من الامام وبالامام نحاولوا ليه نخرجوا الظهر، يعني نرسموا الامام
نرسمو نعمقصو ونعاود نقلبو ونرسمو هاد الجهة ونقصو. نطوي القماش تاعي بهذه الطريقة. الوغ البنات هنايا غادي نخرج خياطة في الظهر. البنات اللي ما يبغيوش يخرجوا خياطة في الظهر، انا ما بغيتش نضيع القماش. البنات اللي ما يبغيوش يخرجوا خياطة في الظهر كيش ديري؟ تشري القماش وافي، تشري الا ديري، المهم تحسبي لا الطول تاعك منا للارض تضربيه في اثنين. عارف كيفاش ديري؟ طوي هكذا، طوي هكذا، تطوي يعني تاخدي بالطول تطوي هكذا، تعاود تولي طوي بالعرض فوالا، وترسمي الجبهة تاعك. تجي مضيعة كمان القماش والاكمام تخرجيهم منه فوالا. عارف البنات شنو غادي ندير؟ غادي نطوي نطوي القماش تاعي، نطويها على اثنين بالطول كيما وريتكم، ونفوتو في التفصيل. الوغ تشوفو هاو هنا، هاو هذا هكذا هنا، ونطوي على اثنين ونسقد كلش ونرجع. بنات الحاجة اللي نبدا بها غادي نحي هاد لا ليزيغ باش متكملشليش القماش. شوفوا البنات غادي نبدي ندير خط مستقيم على خاطر هذا شويه بوجي. الوغ ثم الصفر يبدي بهذا الخط. الوغ البنات نبدي بالرقابه ندير 8 سنتيمتر من لهنا سي الرقابة، عندي 8 سنتيمتر. عاود الكتفين يعني عرض الظهر عندي 40، نقسمها على 2 عندي 20. عاود من هذه من لهنا نهود 3 سنتيمتر. تمام. الوغ نعاود نربط بين هذه تاع الرقابة والكتف. خرجوا باترون دو باز العادي، باترون دو باز عادي، ونزيد نمسع شويه على خاطر هذه بدعيه. فوالا فوالا هذا الطباشير غير بالما يمشي. فوالا نعاود نولي نديرو ارتفاع الصدر. ارتفاع الصدر عندي 23، بصح هنايا غادي ندير نهود يعني نوريكم. هنا ما غاديش ندير، شوفوا البنات هنا ما غاديش ندير من اعلى نقطه للكتف الى الحلم، يعني وين عندنا الحلم. انا غادي نهود شويه باش لامونش تجيني شويه هابطه، باسكو في الموديل تشوفوا بلي لامونش جايه ما جايش شغل من ما جايش هنايا هكذا، جايه شويه هاولا. الو غادي نحسب ارتفاع الصدر ونهود شويه، ندير هكذا شوفوا كيش ندير، ندير ابخي هكا. فوالا شحال عندي؟ هودت على على الحلم، ديال 30 فوالا. الو هنايا وتشوفوا هنا سما عندي 30. الو نعاود نحود هنا، شوفوا دوران الصدر، دوران الصدر 94 هوب، قسم على 2 ثم على 2 ونحط هنايا. نزيدو 2 سنتيمتر تاع الخياطه ونزيدو حتى 3 سنتيمتر تاع لو موفمون، يعني سما تجينا 5 سنتيمتر، 2 سنتيمتر تاع الخياطة و 3 تاع الوسوعية باش تجي شوية واسعة. فوالا ندير هنايا نزيد 5 سنتيمتر. الوغ هنا شوف هادي لهنا ندير خط مستقيم هذا هنا بهذا الخط الاخر، نهود بالعمودي نعاود العمودي من تاع الكتف. فوالا بكم هنا يتقطعوا 4 و 3 ولا 4 سنتيمتر، ندير 3 سنتيمتر 4 سنتيمتر، نعين نقطة ونرسم حدا تاع الإبط تاعي. هاد القماش من الافضل تسمو لو باترون في الكاغت
في الورق وتعاود تطبقوه على خاطر يبوجي وما غاديش يجي مضبوط والنيشان نيشان. عاود منا لهنا نحسبوا ارتفاع الخصر. ارتفاع الخصر عندي 43، ارتفاع الخصر منا لهنا نحسبوا ارتفاع الخصر 43، 43 عاود نهودو هنا غادي نهودها بنفس ال ندير اسقاط، نهود بنفس النقطة بصح ندخل غير بدو سنتيمتر، يعني هذا تاع دوران الصدر ونهودها نيشان، ندخل باثنين سنتيمتر، ندخل غير باثنين سنتيمتر فوالا. فهمتوا هذه النقطة تاع دوران الصدر نهودها، نهودها لهنايا ندخل غير باثنين سنتيمتر. فوالا عاود شندير غادي نربط بين هادي وهادي، اب نربط بين هادي وهادي، غادي نعاود نولي نجي هنا ونحسب الطول تاع البدعيه شحال راني باغي ندير فيها. انا عندي 150 من الكتف على نقطة الكتف حتى للارض، عندي 150 نحسب 150 فوالا. الوغ بدعيا مانيش باغيتها عريضة بزاف، مانيش باغيتها ايفازي ومانيش باغيتها دغوات، الوغ غادي ندير 45 عاود نجي هنا هادي تاع دوران الخصر ونربط هاود بالايفازي. كما قلت لكم هنا توجور تطلعوا بدو دو فوالا 45 واه سا سوفي فوالا. هنايا اللي ما تبغيش ديرها واسعه هنايا في الاكمام تحسب ارتفاع ارتفاع الصدر نيشان، ما تزيدش كما انا زدت، انا راني بغيتها تجيني شويه عريضه. ما ننساش هذه هنا نهودو ب 2 سنتيمتر، راني ننساها هاد الايامات. اب فوالا ارغ بنات هذه الرقبه البازيك، بازيك يعني هذا هو الشغل باترون دو باز مع تغييرات، تغيرت شو هما اللي دخلتهم عليهم هي الاضافات هنايا تاع الوسوعيه فوالا وهوت هذا هنايا. اغدروك كيفاش راني واش راني باش ندير، غادي نخرج لا مانش، غادي نخرج لا مانش، نقول لكم كيفاش نخرج لا مانش. الوغ تشوفوا في الموديل، في الموديل تشوفوا باللي جاي تشوفوا شوفوا الرقبه جاي شويه مفتوحه. الوغ هنا شحال غادي نحسب، غادي نحسب 13 ولا 14، ندير 13 سنتيمتر نعين هذه النقطه ونهود هنايا من هنا لهنا ونهود 3 سنتيمتر ونربط بين هادي وهادي. دروك حنخرجوا لو باترون ديفينيتيف ها فوالا، هذه هي الرقبه تاعنا اللي نحتاجوها فوالا. عاود نجي منه هذه النقطه هذه، شتو النقطه هذه جي منه هنا كيش ندير نربط بين هذه النقطه تاع الكتف الزاوجه اللي خرجناها تاع 13 سنتيمتر ونربط هكذا اب ونربط هكذا فوالا. دونك الباترون جديد، باترون جديد هو هذا، هو باترون تاعنا تاع لا روب هذا هو. ولا مونش تجي هنايا فوالا البنات. الوغ فوالا واش غادي ندير، غادي نقص، واش غادي ندير، غادي نقص الباترون تاعي.
قبل ما نزيد نحل نفتح قبل ما نزيد نفتح هنايا غايه رقبه على الامام، خاطر قلت لكم بلي هذا الامام، نخرج دابور الظهر، نرفد هذا نقلبها هكا، شوفوا هاي الرقبه ونقلبها هكا، نحط هنا، ديروا طريقه الداخل في الخارج، خياطه تخرج لنا في الظهر. الوغ هذا البنات يقول له ساتان دوشاس جو كرو، ساتان دوشاس، المهم انا نوع من الساتان، جاي الشباب جاي حلو. شوفوا هنايا خليت هكاك شغل كي الحاشيه، خليت هنايا بنات، هنا خليت 1 سنتيمتر، هنا خليت 1 سنتيمتر تاع الخياطة ونقص عادي. فوالا شوفوا الظهر نجي مكملة معها، هذا اللي فيه زوج تاع القطع هو الظهر، هذا اللي فيه زوج تاع القطع هو الظهر، نعاونو للأمام، بالأمام نخرجو نسقد الرقابات تاع الأمام، هنا نعاونو للأمام، شوفوا هنايا الرقبة تاع الأمام ما قصيتهاش في الأول، علاش؟ على خاطر كان خاصني نخرج الظهر دابوغ، خرجت الظهر، دروك الرقبة شا غادي نهود هنايا، غادي نفتحها شويه، نزيد نفتحها شويه باسكو مش باغاتها مبلعه بزاف، الوغ شا غادي ندير، غادي نجي هنا هكدا ونهود بدو دوا ببخي ونفتح عاد فوالا فوالا، هادي الرقبة تاعي، هادي هي الرقبة تاعي. دروك غادي نخرجو الأكمام، أكمام ساهلين. بون البنات في الموديل تشوفوا بلي جهه تاع لا دونتيل جايه عريانه، جايه هكذا يبان اللحم يبان، انا مانيش باغي ندير خاطر نلبسها قدام عند دار ختاني تو، مانيش باغي نديرها ترونسبارونت، اللي تبغي ديرها ترونسبارونت تخرج غير كم واحد، انا نبغي نخرج زوج اكمام كيما هكا وندوبليه بلا دونتيل. فوالا اخ شوفوا ناخذ هذاك الشوت اللي بقالي، الشوت اللي بقالي نطويها على 4 باش نخرج كمين، هم نطوي على زوج ثم نطوي على 2 باش نخرج كمين. الوغ ناخذ لا 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 اخ تشوفوا ناخذ الكم نحطها هكذا. اخ تشوفوا كيفاش حطيتها، حطيت هكذا، هذا الكتف، هذيك الحاجه تاع الكتف، هذه الرقبه، هنا رمطو على الاخر، غادي نخرج الكم هنايا هكا، كم غادي نخرجه هنايا سهل. فوالا عاود نحسب هنايا من ل ل ل من لهنا نحسب طول الكم شحال حنا باغيين فيه. اخ شوفوا البنات باش نسهلها عليكم، كي نجيو نحسبوا الطول تاع الكم ما نحسبوش منه، ما نحسبوش من هنايا، نحسبوا من هنايا ابخي، واه نحسبوا منه، علاش؟ خاطر لا مونش راه ماشي تبدي منه، ماشي باش تبدي منه، راه ماشي تبدي منه وتجي هاوده، الوغ نتوما اش ديروا؟ ديروا هكا هكا وتحسبوا لا مونش شحال راكم باغيين ديروا فيها، انا من باغي نديرها 3/4، ندير فيها انا 60، غادي ندير فيها 60، ها من هنا لهنا نحسب 60، كل واحدة دير على حساب لا مونش اللي باغتها طويلة حتى لهنايا، دير تحسب دير على حساب فوالا. وهنا اللي باغي نديرها ايفازي شحال ندير، ديرها هكا، اللي باغيتها هكا تجي، باغي تجي هكا فوالا، شحال هنا عندي 2، درت 22، 22 منا، وانا غنولي هادي نربطها مع 22، خرجو جوج تاع لي موش، ناخد وحدة، ناخد وحدة ونقص لا دونتيل، شوفو
ناخذ غير كم واحد ونقص الكم تاع لا دونتيل نحطها هكذا هكذا ونقص الكب تاعي غادي ندوبليه هكا نجي ندوبلياته هكا بصح حتى هو اللي ندوبليه ما غاديش نديره طوال غادي نخلي شويه ترانسبارونس غادي نقص هاك تشوفوا غادي نقص هكذا نقص هكذا ابري شبر باسكو انا لا ترانسبارونس بغيتها غير هنايا بغيتها منا لتحت منا لتحت ما بغيتهاش من الكاتف منا حتى لتحت فوالا كل وحده ديرها على حساب كيما بغات اللي ما بغاتش دير ترونسبارونس كاع دوبليها كاع اللي ما بغاتش دير كاع لا دوبلور ما ديرش المهم دي كل وحده ديرها على حساب بهذا كملنا الفصاله غادي نفوتو في الخياطه بسم الله نبدا الحاجه الاولى اللي نبدا بها غادي نلاقي الظهر عاود نفوت بلا الخيط العادية لقيت الظهر واش غادي مش ندير غادي نحدد مليح نحدد مليح باش الخياطه تموت ونرجع لكم اه البنات بينما الفيرو باسور راه يسخن هنا واش غادي ندير بصح شويه الرقبه بغيتها فينالمون شويه واسعه نزيد نوسح شويه الرقبه غادي نحط هكا شوف هذا الظهر نمطو على 2 فوقه الامام هذا الظهر هذا الامام هالكم مطوع على 2 متساويش الكم الثاني وانا قلت لكم دوبليت دونك عندي 3 تاع الاكمام الكم الثاني والكم الثالث غادي نوسع الرقبه غادي نوسعها كيش غادي ندير غادي نحط هكذا وغادي ندخل من الاكمام من الكم هنايا ونوسع الرقبه غير شويه هكذا تاع الامام تاع الامام نزيد تالك هنا نقد الامام فوالا البنات جيت وسعت الرقبه باش تجيني مفتوحه غايه هنايا اللي راني مش هنبدا بيها التركيب غادي نركب الكمين مع الامام والظهر غادي ناخذ الظهر نجيب الامام هوب اش غادي ندير غادي نركب الكم نبدي بالكم الطويل نجي الكم كم هكذا خيط هنا الكم هكذا خيط هنا الكم يتخيط مع الظهر ومع الامام فوالا كم نديره مع الظهر والامام ركبنا باش يبان لكم معايا شوفوا هاني ركبت الكم فوالا ركبت هاد الجهه تاع الكم باش نولي نركب الجهه الثانيه قبل ما نزيد من الاخر ندير العطفه لهذه الصغيره باش ما تغبنيش واش غادي ندير غادي تثبت لا دوبلور مع لا دونتيل بلا ماشينا كودغ العاديه ابري نعاودولي خيطها هنا
انا خيط الكامل لقيتهم في زوج، واش غادي ندير؟ دير نفس الشيء كما درت في الجهه هذه، كما خيطت هذا الكم خيط الكم الثاني فوالا. فوالا البنات، خيط الكم الاول خيط الكم الثاني، شوفوا واش شباب فوالا. اش غادي ندير؟ اش غادي ندير؟ غادي نجي هنا عند الكم، هنا نجي هنا عند الكم، عند واه عند الكم، نلاقي الخياطه مع الخياطه، خياطه مع خياطه، ونخيط حتى لتحت. موراها خليكم حتى التالي، غادي نوري لكم كيفاش الرقبه نديروا لها التبطين بطريقه يعني مختلفه على اللي مدارين نديروه. كي تكون عندكم دونتيل مليح ديروا بهذيك الطريقه. دروك غادي نوري لكم كيفاش نديروا الكول، الكول دروك نفوتوا للكول، غنوري لكم كيفاش نديروا العطفه في اليدين وكيفاش نديروا العطفه في لتحت عند الرجلين. هذا ماشي واعره، شوفوا غادي نقص شريط طويل من القماش، شوفوا البنات نقص شريط، شوفوا شريط هكذا هنا، زدت نقصها على اثنين في العرض، طول العرض بزاف باش نشكل ان بيي. شوفوا فيه الوغ هنا فيه 2 سنتيمتر، 2 سنتيمتر كي نطويو نصف منا ونصف منا يبقى فيه 1 سنتيمتر فوالا. الوغ نفوتو في التركيب البيي. البنات ما عنديش كيش نفيلمي خاطر هنا بروش تو بروش باسكو السيبور اللي مداري نحط بيه تهرس. المهم شوفوا هنا، شوفوا كش حطيتها الوجه على الوجه، نخيط الاولى هكا هنا هادي على حسب لو بلي، نخيط الاولى نعاود نقلب ونخيط الخياطه الثانيه. فوالا شوفوا هاني خيط الخياطه الاولى، واش غادي ندير؟ غادي نقلب هكا، نقلب قبل ما نزيد نخيط الخياطه الثانيه هنا، ونجي نبلعها كلش. واش تندير؟ نحدد مليح. بعد ما حددت واش غادي ندير؟ غادي نخيط لو بيي. شوفوا ها هو خرج الكول شباب، خرج لو كول شباب، شوفوا كيش يجي
ومن برا كيفاش يجي. غادي نحدها باش تجي ميتر خياطه. شا غادي ندير؟ غادي نجبد هذا هنا هكذا، والفتحه الصغيره اللي خليتها نخيطها ونبلع هنا. شوفوا كملت هنا، كملت ليكول جا شباب. دروك يبقى لي غير ندير العطفه تاع اليدين والعطفه عند الرجلين، ونجي مكمله الفيديو تاع اليوم. عجبكم الفيديو تاع اليوم ما تنساونيش باللايكات، ديروا بزاف لي لايك. بنات بغيت نحكي لكم غير على واحد الديسلايك. كان واحد الديسلايك اللي ضحكني، مي فريمون يضحكني. كاينه وحده يعني كي نحط الفيديو نديرها بوبليك، نديرها بوبليك في مام با 30 ثانيه نصيب الديسلايك، وهذاك الديسلايك صديق مولات الديسلايك ما شافتش مام با الفيديو، ما شافتش مام با الخدمه كي دايره، الا عجبها ولا ما عجبهاش. ستادير كو راها ابوني باش دير لو بروميير ديسلايك. معليش اختي شنو نقول لك، صحه فطورك. شنو نقول لك اختي، معليش. الحمد لله اللي راهم نسبه قليله وما راهمش نسبه كبيره. المهم البنات انتوما ما تنساوش ونتكل عليكم باش تكثروا لي لايك. ما نقولهاش هادي ننسى نقولها في الفيديو تاعي، المهم تفكرتها اليوم وني نقولها لكم. ما تنساوش تكثروا لي لايك وتبارطاجيو باش هكا تعمل فائده بالاخرين اللي مازال ما اكتشفوش القناه تاعي يكتشفوها في لي جروب في المجموعه تاع الخياطه وبارتو. المهم باش هكذا تعمل فائده. وما تنساوش تديروا اشتراك على الدويره هنا دوك تظهر، تضغطوا عليها يتم الاشتراك. تهلاو في روحكم بزاف بزاف، اون بروشان فيديو ان شاء الله.